ننتقل مباشرة الآن إلى موسكو لمتابعة مراسم أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية رئيسا لولاية خامسة. هذه الصور مباشرة الآن من موسكو، وبوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفترة خامسة للبلاد. بوتين كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أن أخدم الشعب بإخلاص. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Когда там танцы отдавали велюляет раис Владимир Путин. إذن نشاهد الآن ونتابع حفل التنصيب الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين لولاية خامسة بعد أن أدى اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في الكرملين. بوتين حكم روسيا رئيسا أربع مرات سابقا، عام 2000، 2004، 2012 و 2018، بعد أن خرج وترك المنصب لميدفيديف بشأن لأن الدستور كان يمنعه من الترشح للرئاسة مجددا لفترات متوالية، وبالتالي عاد من جديد بعد أن ترك المنصب بين 2014 و 2018. هناك طبعا هذا الاحتفال احتفال كبير ويهتم به الرئيس بوتين، لأنه يعكس كما يقول الكرملين قوة روسيا وقدراتها ومكانتها، وبالتالي يكون هناك دائما اهتمام كبير. سياسيا بالطبع يتم دعوة الكثيرين من الدبلوماسيين والسفراء والممثلين، لكن أمريكا قررت مقاطعة هذا الحفل. أمريكا قالت أنها لن تحضر هذا الحفل تحديدا ردا على سؤال يعني في الخارجية الأمريكية. ماثيو ميلر قال للصحفيين لن يكون لدينا ممثل في حفل تنصيب بوتين، وقال بأنه أن واشنطن لا تعتبر الانتخابات الرئاسية الأخيرة حرة ونزيهة، أو أنها تعتبر بوتين رئيسا غير شرعي. لم نعتبر هذه الانتخابات حرة ونزيهة، لكنه رئيس روسيا، يعني يعترفون به لكن يقولون بأنهم لا يرون الانتخابات حرة ونزيهة. نستمع الآن إلى كلمة الرئيس بوتين. فلاديمير بوتين. أيها المواطنون الروس المحترمون، أيها السيدات والسادة الأصدقاء الأعزاء، في هذه اللحظات المسؤولة عند تسلم منصب رئيس روسيا الاتحادية، أود أن أشكر من كل قلبي كل المواطنين في كل أنحاء روسيا والمواطنين القطنيين في الأراضي التاريخية الذين يدافعون عن وطننا، وأود أن أنحني جلالا أمام كل المدافعين عن روسيا وكل من يحارب على جبهة العملية العسكرية الخاصة، وأشكركم على دعمكم. والآن أتقدم إلى كل
مواطن في روسيا الاتحادية. لقد قرأت كلمات يمين الدستور للرئيس الروسي، وهذا النص يشمل ماهية منصب الرئيس الروسي أن يدافع عن روسيا وأن يحمي الشعب الروسي. أفهم أنه مسؤولية كبيرة وواجب الجليل، وهذا ما حدد ملامح عملي في السابق. وأقول لكم أن في المستقبل الآن كما هو في السابق وفي المستقبل ستبقى مصالح روسيا أولوية بالنسبة لي، وهذه الأولوية ناجمة عن يقيننا أننا سنقوم بتحديد مصيرنا بأنفسنا من أجل الحاضر والأجيال المستقبلية. وأنتم أيها المواطنون لقد حددتم مسار دولتنا بشكل صحيح في هذه المرحلة التي نواجه فيها التحديات الجسيمة، ونفهم أهمية عزمنا لتقرير مصيرنا والدفاع عن مصالحنا وحريتنا ومصالح روسيا الوطنية. وأعتقد أن واثق أننا سنمر بهذه المرحلة الصعبة بشكل جيد، وسنحقق كل المخططات والمشاريع الهادفة إلى التنمية، وقبل كل شيء الحفاظ على أرواح الناس. وأعتقد أن حماية التقاليد العريقة وقيم الأسرة ستوحد كل مستويات السلطة وكل فئات المجتمع الروسي، وكل القرارات لتنمية الأقاليم الروسية لابد أن تكون عادلة ومتزنة وتصب في مصلحة مستوى جودة المعيشة للعائلات الروسية. وسنبقى منفتحون على التعامل مع كل الدول التي ترى في روسيا شريكا موثوقا به، وإنها أغلبية عالمية، وسوف لا نرفض التعامل مع دول الغربية والخيار في بين أيديهم إذا استمروا في ممارسة سياساتهم العدوانية ضد روسيا وممارسة الضغوطات على روسيا، أو سيبحثون عن طرق التعامل والحوار مع روسيا. وأكرر الحوار حول الأمن الاستراتيجي والاستقرار ممكن، ولكن ليس من منطق القوة بل على أساس المساواة بالاحترام المتبادل لمصالح الجميع ومع الشركاء في إطار التكامل الأوراسي. سنستمر في تشكيل عالم متعدد الأقطاب والنظام الأمني غير متجزئ في العالم الصعب الذي يمر بتغيرات جسيمة وسريعة. علينا أن نكتفي بالذات ونفتح مجالات جديدة أمام دولتنا كما كان مرارا في التاريخ، وعلينا أن نتذكر دروس التاريخ ونتذكر دروس الماضي. ولذلك لابد من أن يكون النظام السياسي الروسي متينا وثابتا أمام كل التحديات والمخاطر، ويضمن التطور التدريجي والممنهج للدولة، ويضمن وحدتنا. وفي نفس الوقت الاستقرار لا يعني جمود، وعلينا أن نتعامل ونتكيف للتغيرات العصر، ونرى كيف تغير المجتمع وكيف نقيم النزاهة والشجاعة والإخلاص في المجتمع المعاصر. وسأقوم بكل ما في وسعي لكي هؤلاء الناس الذين أثبتوا ولائهم للدولة بتصرفاتهم وباستماتاتهم أن يكونوا في
المناصب العليا في دولتنا، وعلينا أن نقوم كل ما في وسعنا لكي نربي الأجيال الجديدة التي ستعزز عزمة روسيا وستحافظ على تقاليد كل الشعوب القاتنة في روسيا. وروسيا هي دولة الحضارة الموحدة باللغة الروسية وثقافتنا المتعددة القوميات. هو الأصدقاء الأعزاء، سأقوم بكل ما في وسعي لكي أثبت ثقتكم لكي أعمل كل ما في وسعي. أكرر لكم، تابعنا إذا جزءا من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تنصيبه للمرة الخامسة رئيسا. ومن المهم أنه تحدث عن ضرورة الحوار مع الغرب وليس فرض الوضع بالقوة، الحوار من خلال الندية والعمل على متابعة النظام متعدد الأقطاب في العالم.